يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد هناك مسجد في زاوية إحدى المقابر، ولا يوجد في هذا المسجد قبور، ولا يوجد مكان قريب في نفس الحي لإقامة مسجد آخر، فهل يتم هدم هذا المسجد أم ماذا يصنع به؟ هذا إن كان في المملكة يعني في بلدنا تكتب عنه للإفتاء ننظر فيه، أما إن كان خارج المملكة فلا دخل لنا في مساجد خارج المملكة، لكن لا تصلي فيه ما دام أنه مرتبط بالمقبرة وملتصق بها لا تصلي فيه. نعم.